بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم في كتاب آداب المشي إلى الصلاة. وضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي يشرح هذا المتن من هذا الكتاب المبارك والذي انتفع به جمع من المسلمين. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت في الباب السابق، يقول السائل أبو عبد الله: أننا نذهب إلى القصيم أنا وأولادي ونصلي أنا وأولادي الصغار وبناتي خلفي، هل في هذا شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ذكره السائل هو السنة أن تكون النساء خلف الرجال في الصلاة، ويكون الرجال أو الذكور مما يلي الإمام. نعم. يقول: نصل إلى القصيم يا شيخ، ولكننا نسكن في شقة ونقصر ونجمع خلال الأربعة أيام، ما الضابط في ذلك؟ الضابط في ذلك إذا كانوا أقاموا أثناء السفر، في غير بلدهم، إقامة لا تزيد عن أربعة أيام، ينوون إقامة أربعة أيام فأكثر، فإنهم لا يقصرون الصلاة ولا يجمعون، وإنما يصلونها صلاة مقيم، كل صلاة في وقتها تماما من غير قصر. نعم. ورد حديث الشيخ بأن الرسول جمع من غير عذر ولا مرض شيخ سفر. نعم نعم، ورد هذا، وهو حديث مجمل يحال إلى الأحاديث التي تفصله، وهو أنه جمع من غير خوف ولا مرض، أو في رواية ولا سفر، فيحمل هذا على الجمع من أجل المطر بين المغرب والعشاء، من أجل المطر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أما رجلا وامرأة، وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه. نعم، هذا هو السنة والهدي النبوي، أن الرجال يكونون مما يلي الإمام، والنساء تقوم خلفهم، كما قال أنس رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه، وأم سليم خلفنا، وهي أمه، أم أنس رضي الله عنها. نعم، لحديث أنس رواه مسلم. نعم، هو الذي ذكرته. نعم. وقرب الصف منه أفضل. أي من الإمام. نعم، يقرب الصف من الإمام، هذا أفضل من أن يكون الصف بعيدا. نعم. وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض. هذا من السنة، لا يكون بين الصفوف مسافات، بل يكون الصف يلي الصف، هكذا السنة. نعم. وكذا توسطه الصف. وكذا توسط الإمام في الصف، بأن يوازن بين من عن يمينه وعن شماله، فلا يكون أحد الجانبين أطول من الآخر، بقوله في الحديث: وسطوا إمامكم، أي اجعلوه في الوسط. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل.
وسط الإمام عرفناه، سد الخلل أي الفرج، فلا يكون في الصف فرج يتخلل منها الشيطان ويشوش على المصلين، بل يتراصون في الصفوف، ولأن هذا أدعى للخشوع وأبعد للشيطان عن المصلين. نعم. وتصح مصافة الصبي؟ تصح مصافة الصبي يعني المميز الذي تصح صلاته، فيصح أن يكون وراء الإمام رجل كبير وصبي صغير مميز. نعم. شيخ، نبي توجيه لأولئك الذين الحقيقة يتعجزون عن الذهاب إلى المسجد ويصلي هو وأولاده في البيت الصبيان؟ هذا خلاف السنة، فإن في الحديث أنه لا يصلي في البيت إلا العجزة والمرضى من الرجال، وأما الصحاح القادرون على الذهاب إلى المسجد فإنه يجب عليهم ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. ألا يجوز أن تقام صلاة الجماعة في البيوت وتترك المساجد؟ نعم. وتصح مصافة الصبي لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. نعم، صففت أنا واليتيم، فهذا يدل على أنه غير بالغ، لأن لا يتم بعد الاحتلام كما في الحديث، فلا يطلق اليتيم إلا على من هو دون البلوغ، لمن ليس له أب. نعم. وإن صلى فذا لم تصح. وإن صلى خلف الإمام فذا لم تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلي فذا خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. نعم. وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح. نعم، إذا كانت الصفوف متعددة ويرون الإمام ليس بينهم وبينه حائل، فإنه يصح الاقتداء بالإمام وإن كان خارج المسجد. هذا في الذي يكون خارج المسجد، لا بد أن يرى الإمام أو يرى من وراء الإمام. نعم. ولو لم تتصل الصفوف؟ ولو لم تتصل الصفوف، تكون قريبة بعضها من بعض، فإذا رأى الإمام أو رأى من خلفه صح له أن يقتدي بالإمام ويصلي معه. نعم. وكذا لو لم ير أحدهما إن سمع التكبير؟ وكذا إذا لم ير الإمام ولا من خلفه، بشرط أن يسمع تكبير الإمام فيتابعه إذا سمع التكبير. نعم. ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين؟ يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين كراهة التنزيه، تصح الصلاة ولكن مع الكراهة، فلا يكون الإمام فوقهم إذا كان الإمام وحده، أما إذا كان معه من يصلي خلفه فلا بأس بذلك. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه لحذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ ابن مسعود رضي الله عنه يقول لحذيفة رضي الله عنه: ألم تعلم أنهم ينهون عن ذلك، الاقتداء بالإمام وهو لا يراه ولا يرى من خلفه. نعم. نعم. ولا بأس بعلو الإمام، لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي. ولا بأس إذا ارتفع المأموم، إذا ارتفع المأموم في الصلاة وراء الإمام فلا بأس بذلك، كان يقتدي به وهو على ظهر سطح أو على مرتفع إذا كان معه
من يصلي معه ويصف معه. نعم. ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة. يكره تطوع الإمام صلاة نافلة بعد السلام إذا كان في مكانه، لئلا يظن أو يظن أحد أن الصلاة لم تكمل، فيتنحى عن مكانه ويصلي النافلة. الإمام يتنحى عن مكانه ويصلي النافلة التي بعد الفريضة. نعم. لو صلى يا شيخ في مكانه يا شيخ، يكره كراهة، تصح الصلاة لكن يكره، لأنه يخشى أن من يراه يظن أن الصلاة لم تنتهي. نعم. بعض الناس فضيلة الشيخ يقولون بأن عندما تصلي السنن الرواتب أو تصلي ركعات في المسجد بأن الموضع يشهد لك يوم القيامة. لا شك أن المواضع تشهد بما فعل عليها من خير أو شر، فالأرض تشهد لمن عمل على ظهرها الخير، أو تشهد عليه إذا عمل الشر. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح على تفضلكم بشرح هذا المتن من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. بقي جملة من الأسئلة سنرجئها إن شاء الله إلى الدرس القادم في هذا البرنامج. حتى ذلكم الحين أنقل لكم تحيات الزملاء الذين سجلوا هذا اللقاء من دروس آداب المشي إلى الصلاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.